أهلا بكم من جديد. شهدت مؤشرات أسواق المال الخليجية ومصر تراجعات جماعية خلال الأسبوع المنتهي بصدارة السوق المصرية، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 32 مليار جنيه، في حين تصدر المؤشر القطري تراجعات الخليج بنسبة 8.5%، تلاه سوق دبي بالمركز الثالث، وجاء الكويت ثالثا ثم مسقط والسوق السعودية، وحقق أبو ظبي والبحرين أقل الخسائر. وكان اللون الأخضر عاد لأسواق الإمارات في آخر جلستين، لكن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق السوقين مكاسب أسبوعية بسبب سلسلة التراجعات المتصلة طوال الأسبوع. التفاصيل في التقرير التالي. ارتدت الأسواق الإماراتية مرتفعة في آخر جلستين من الأسبوع المنقضي، واستعادت الأسهم المحلية اللون الأخضر، وحققت مكاسبا قوية بالقيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المتداولة قاربت 19 مليار درهم، مرتفعة إلى 750 مليار درهم، كما تمكنت من تعويض جزء من الخسائر القاسية التي خلفتها ثمان جلسات من التراجع المتتالي. هذه الأسعار لا تزال جاذبة وتعتبر مغرية إذا تحدثنا عن مقررات ربحية، إذا تحدثنا عن بيانات مالية، إذا تحدثنا عن توزيعات متوقعة خلال نهاية العام، وبالتالي يعني لا بد كان من دخول المستثمرين عند هذه المستويات بعد تولد قناعة بأن الأسعار الخارجية والمتابعة المبالغ فيها وعمليات البيع للأسواق العالمية لا تزال يعني تشكل يعني عبء كبير كانت وغير مبرر، وبالتالي هذا انعكس بشكل إيجابي على أسواقنا المالية وخلق قوة شرائية تغلبت على عمليات البيع خلال الجلسات. تأتي هذه الارتفاعات بعد أن خسرت سوق دبي وأبوظبي نقاطا ثمينة وأكثر من 50% من القيمة السعرية للأسهم وخاصة القيادية، خسائر مكنت المضاربين والمستثمرين من دخول السوق واقتناص الفرص واقتناء الأسهم بأسعار مناسبة. هذا بعدما انفكت الأسواق الإماراتية ارتباطها النفسي بتطورات الأسواق العالمية وتجاوزت الضغوط النزولية وجني الأرباح والمضاربات وعمليات التداول بالهامش المارجن كول. أعتقد ممكن السوق يواصل عمليات الارتفاعات بعض الشيء، يعني لأنه بصراحة خسر كثير من قيمته خلال الفترة الماضية، لكن وهذا طبعا بتحدد مع أسعار النفط، يعني إذا ارتفعت أسعار النفط خلال طبعا نهاية الأسبوع هذا وعدلت وضعها شوي، أعتقد ممكن الأسواق تواصل عمليات الصعود خلال بداية الأسبوع القادم. هذا وارتفعت السيولة بشكل ملحوظ في سوق دبي حيث تجاوزت 1.5 مليار درهم، وكانت أسهم القطاع العقاري الأكثر تأثيرا على مجريات التداولات، خاصة شركة إعمار التي ارتفعت أسهمها بنسبة 14.9%، وأرابتك التي ارتفعت أيضا بنسبة 15%، كما قاومت الأسهم الأخرى في السوقين العشوائية في عمليات البيع وتماسكت محققة مكاسب مهمة. ارتفاعات قياسية سجلت الأسواق الإماراتية في آخر جلستين من هذا الأسبوع، ارتفاعات عززت مستوى السيولة وقلصت كثيرا من حجم الخسائر. من داخل بورصة دبي، عبد اللطيف بخوش، الغد العربي، دبي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اقتصاد بلاده سيتعافى، وأضاف أنه يتعين استغلال الوضع الاقتصادي في روسيا حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية لما يقارب 50% هذا العام لحل المشاكل القائمة منذ فترة طويلة. وذكر بوتين أن أمام الروس مهمة شاقة وسيكونون مضطرين للدخول في مرحلة صعبة من التنمية، إلا أنه شدد على اغتنام الفرصة لحل المعضلة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي منذ 20 سنة ماضية، وهي قضية تنويعه. رغم تكرار الغرب أنه لا يسعى إلى تشديد الخناق على موسكو، يبدو للمراقب أن هناك دلائل كثيرة تشير إلى سير الاقتصاد الروسي في اتجاه موجة من الكساد. ويزيد من صعوبة الموقف العقوبات التي تكبل موسكو بسبب أزمة أوكرانيا وضعف عائدة النفط لتهاوي أسعاره، وهي التي تعد حجر زاوية بالنسبة إلى خزانة الدولة. إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما زال يتمسك بثقته في قدرة بلاده على الصمود، وبأن اقتصاد موسكو باستطاعته خوض أي مواجهة وبقوة. في أسوأ الظروف ربما تستمر الأزمة الاقتصادية هذه عامين. المطلوب الآن خلق ظروف ملائمة للاستثمار ومساعدة رجال الأعمال وتطوير الصناعات. ما يحدث لنا الآن سببه عوامل خارجية عدة. من جانبنا سنقوم بتنويع الاقتصاد وستعود الأمور إلى مجراها الطبيعي حتماً.
وفي الوقت ذاته امتدت المخاوف إلى تزايد ضعف الروبل الذي خسر بالفعل أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ بدء العام، الأمر الذي أحال الأذهان إلى أزمة عام 1998 حينما انهار الروبل خلال بضعة أيام. لكن العملة الروسية عادت إليها ذاكرة الصعود مؤخرا بعد انخفاض حاد على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ ضغطت الحكومة على شركات التصدير لعدم الاحتفاظ بأرباحها بالعملة الصعبة. كما أعلن البنك المركزي عن إجراءات جديدة لدعم الاستقرار المالي، وفي وقت دعا خلاله الرئيس الروسي إلى مواصلة العمل الجاد على كافة الأصعدة من أجل دعم اقتصاد البلاد، تباينت ردود الأفعال الأوروبية على ما تشهده موسكو. فبينما يؤكد المتداولون في بورصة فرانكفورت أن إفلاس روسيا لن يستفيد منه أحد، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن العقوبات ضد موسكو لا يمكن تجنبها. من جانبهم يقول معارضون لبوتين إن ما تشهده بلادهم حاليا مرده عدم القيام بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد، ما قد يسهم في تعريض البلاد إلى عاصفة لن تبقي في طريقها شيئا. كما أكد بعض المراقبين أنه لو لم تكن هناك عقوبات ولو لم تنخفض أسعار النفط لكان من الممكن أن يتزايد نمو الاقتصاد الروسي بما بين 2.5 و3% سنويا، إلا أن الوضع الحالي في سبيله إلى الأسوأ خلال العام المقبل. وللمتابعة حول تأثير الأزمة الاقتصادية الروسية على الأسواق الأوروبية انضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأستاذ أحمد ياسين المحلل الاقتصادي. بعد التحية أستاذ أحمد، برأيك كيف تنظر أوروبا بشكل عام للأزمة الاقتصادية الروسية؟ يعني هناك وجهتين أساسيتين لكيفية نظرة أوروبا لما يجري في روسيا. من الناحية السياسية بالتأكيد أوروبا ترى أن روسيا يجب أن تدفع الثمن للفعل التي أقدمت عليها سواء في شبه جزيرة القرم، حيث أن أوروبا ما زالت تتعامل مع الخطوة الروسية بأنها كانت غير قانونية وكان يجب أن تضم شبه جزيرة القرم بهذه الطريقة. كذلك أيضا الممارسات الروسية المستمرة في أقاليم أوكرانيا الشرقية تثير غضب أوروبا بشكل مباشر، لأن الدور الروسي هو دور محور وأساسي في زيادة الأزمة الأوكرانية تأزما. هذه من الناحية السياسية. من الناحية الاقتصادية بالتأكيد العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا كان لها ردود فعل سلبية مباشرة بالنسبة كبرى الشركات الأوروبية، وهنا أذكرك بأرقام الربع الثاني بالنسبة للاقتصاد الألماني الذي تراجع بشكل غير متوقع. كان للعقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على روسيا السبب المباشر للأرقام التي يعني عكسها الاقتصاد الألماني، ومثل هذه العقوبات سوف تستمر بإضفاء حالة من السلبية على الاقتصاد الأوروبي بشكل كل، انطلاقا من الترابط الاقتصادي الكبير ما بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي. طيب المستشارة الألمانية في هذا السياق تحدثت عن أنه لا يمكن يعني لأوروبا أن تتجنب هذه المشكلة. كيف يمكن أن تتعاطى الدول الأوروبية والاقتصاد الأوروبي مع هذا هذه الأزمة في روسيا؟ يعني العقوبات سوف تستمر، وعلى الشركات الأوروبية أن تتعامل مع هذا الوضع الجديد. يجب أن تعمل لإيجاد أسواق تصديرية إضافية، بالتأكيد هذا سوف يضفي تبعات سلبية جديدة على الاقتصاد الأوروبي. ولكن طالما أن الإرادة الأوروبية ما زالت قائمة للاستمرار بمثل هذه العقوبات الاقتصادية على الشركات الأوروبية أن تتكيف مع مثل هذا الوضع، حيث أن الثمن السياسي كبير جدا لو ان اوروبا تخلت على روسيا، انطلاقا من خلال كون هذه العقوبات هي الطريقه الوحيده التي بامكان اوروبا او الغرب عموما ان يتعامل مع روسيا. لا يمكن ان يعني ان تشن حرب ضد روسيا كونها قوه نوويه، لذلك مثل هذه العقوبات سوف تستمر طالما روسيا لا تعمل لاستتباب الامن في الاقاليم الشرقيه الاوكرانيه. كذلك ايضا بالنسبه لشبه جزيره القرم، وهنا اذكرك ايضا ان اخر موجه من العقوبات
الاقتصادية الأوروبية على روسيا اقتصرت بشكل أساسي على عقوبات ضد شبه جزيرة القرم، انطلاقا من التصور الروسي لشبه جزيرة القرم من الناحية الاقتصادية أنها كانت سوف تكون مثل ألواح الاقتصادية معفاة من الاستثمار الضريبي، ولكن جاءت آخر موجة من قبل العقوبات الاقتصادية الغربية لتضع حد لهذا التطلع الروسي ولتثبت بأن التوجه الروسي لما يرتبط مع تطورات الأزمة الأوكرانية كان توجه واضحت الصحيح. واضحت الصورة أستاذ أحمد السين المحلل الاقتصادي متحدثا إلينا من لندن، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الجولة من السوق الأسبوعي، وفي الختام مشاهدينا الكرام نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.